بدأ يخرجوا من القاعة هو في القاعة العصرية. بدأ يخرجوا من القاعة هو في القاعة العصرية. والدولة الجزائرية وتحت توجيهات رئيس الجمهورية ويعني بتنفيذ جيد جدا من أعضاء الحكومة، الحقيقة زي ما بيقولوا في مصر كل شيء تمام، وأمر يعني أمر يؤكد أنه هذه القمة القادمة سوف تكون قمة ناجحة بإذن الله. اللقاء مع سيادة الرئيس اليوم امتد لمدة ساعتين ونصف، وكان أيضا لقاء إيجابي للغاية، وكان هناك حديث ثري جدا ونقاش مفيد للغاية ليا، ونقلت لي سيادة الرئيس أيضا انطباعاتي عن الوضع العربي، الوضع الإقليمي، الوضع الدولي، واستمعت إلى وجهات نظر مفيدة للغاية. تمنياتي للجزائر، لحكومة الجزائر، لشعب الجزائر، لرئيس الجزائر كل النجاح في تنفيذ هذه المهمة، وهي مهمة حقيقة ليست بغريبة على الدولة الجزائرية. الجزائر استضافت من قبل أكثر من قمة، استضافت قمة في 2005 اشتركت فيها، ثم استضافت أيضا قمة في 88 وقمة ثالثة في 74، فالجزائر معتادة على هذا النوع من القمم. مجموعة اجتماعات وزارية ولقاءات، هناك اجتماع تشاوري قادم في بيروت لوزراء الخارجية يوم 2 يوليو القادم. تمنياتي أنه من هنا لغاية 1 نوفمبر أو 31 أكتوبر واحتفالا بعيد الثورة يعني يتحقق هذا التوافق. شكرا.